البنات هادو اللي كتشوفو هنايا الزهر، منين كتكون لقيت انت الزهر ماما كتنشفو، كان بدا نرميه بحال دابا الا كان شي قطر مع اتاي. درتها تصبح غير لويزا بالزهر بلا ما نديرو اتاي، بلا ما نديرو اتاي تصبح درنا غير لويزا بالزهر مع شويه ديال السكر غير شويه، حيت لويزا حلو والزهر حلو واعر كيجي. النار تشاهيت ندير حريشه ليا ولوليداتي في الربيع. المهم انا خلطت زويته بلديه مع الزبده مليحه ومعلقه نتاع السكر وغنبسبسها مزيان بيدي، غنطيبها في الاوركلاد نديرها كبيره ان شاء الله. نزيدو نص ساشي ديال الخميره والحليب باش كنجمعها، والحريشه ديالنا وجدات. درت السميده من التحت ودابا كنديرها من الفوق وغادي نقادها مزيان مزيان. نتوما تشوفوا الحريشه كتقلبوا ما والو، كطيب من الفوق ومن التحت لان الاوركلاد كيحمر، دوكو ما تحتاجوش تقلبوها نتوما اختي. حريشه كاري يلا نقدوها مع جنيبات يا اختي. هذا اوركلاد معجزات الزمان، ها نتوما شوفوا كيتحمر. درت عليها طرفات الزبده نخليهم يذوبوا، كتعجبني انا تجي هكا بالزبده. نهار الحد زي ما جورني اوف ريجيم جو مونج سكو جو فو. ها نتوما خلي الزبده تدخل في قلب من الحريشه، نسد عليها نخليها تذوب. واحد الحريشه كي جات واعره 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 رقيقه وبنينه في التيار طيطبه هكا تحمق. ولكن راني علاش كنحط لكم الاولكلاد وبزاف هاد الايام، حيت انا عارفه ما غتندموش عليه قبل رمضان تشريوه. سمعوني غنحمر فيه اللوز، كندير فيه قطره الزيت وكنديرو فيه يتحمر، غنحمر فيه الطحينه. هادشي كله لي سومينا فيني غنديرو معكم. دونك اللي باغا تبع معايا لي زيتاب د رمضان فغندير لكم سلو صحي، كلشي غنديرو في الاولكلاد والتيرموميكس. الاولكلاد فيه اون اوفر ماشي غير انتيريسون، بلوس كانتيريسون. ديجا هو ما غاديش بزاف 320 غول، بغيتو تخلصوه كاش، بغيتو تخلصوا على ثلاثه النوبات تخلصوا على ثلاثه النوبات، بغيتو تخلصوا على 12 فوا 27 اورو في الشهر. شنو هي كتدخلي ديري دو 3 كورس كتخرجي ب 60 70 يورو، تاخذوه على 12 المره. حتى البنات اللي دوزو ما دازولهمش الدوسي دخلوا دابا دوزوهم عندنا. وال البنات اللي كتسولوني على الجبن، هذا هو الجبن اللي غتلقاوه في غران فري، ماغازان غران فري، تحلفوا عليه الا جبن بلدي على حقوطو. تفسر جبن بلدي دايرينو بحال جبن واعر واعر واعر، اللي تشات الجبن تمشي تاخذو من غران فري. من عشاق الخليع قالت لي ديري لي الخليع هذا الصباح. كيفاش ما درتيش خليخ في الطاجين؟ الخليخ اختي انت هكا كيجي زوين، ماشي مشكل يا الخليخ. ليش ليش كتقولي لي خليخ؟ كتقولي لي خليع. برافو كتنزعي عليا باش تصلحيلي. بنات جي في ان فلون كور فوندون بيكون فاني بسكوي، شي حاجه انكرويابل مي فري اي ترو بون، عرفتو من اخطر ما يكون. واحد لو فلون كيحمق بواحد الكراميل من الفوق بورسالي وجوز القطان. انا اختي ما كنعرفوش هذا هو سميتو، انا كنعرف نواد بيكون. قولوا لي راني لقيتها غير بجوجل ترادكسيون، واش انتوما كتقولوا له جوز القطان؟ راك عارفين نواد بيكون، الا كتعرفوا سميتو بالعربيه كتبوها لي سيل تابلي تحت الفيديو. المهم لا غوسيت ديالك كتحمق. كناخذوا اي صابلي، من الاحسن يكون شي صابلي بلون حيت غيتحمر في الفران. كنخلطوه مع الزبده وكنديروه في المول اللي كنلبسوه عليه، كنجيبوا كاع المكونات وكنديروهم في ان سالادي وكنطربوهم بالباتور حتى تتجانسنا كاع ديك العناصر مع بعضياتها. هاد لا كريم ما كتجيش حلوه، كنديروا فيها غير جوج معالق نتاع لو لي كونسونطري سوكري باش تيتجانس مع لو ريست. هنا من بعد ما درناه في البلا اللي غادي يدخل الفران كنجبدوه وخليوه يبرد اونتيغمون، كنديروا الكراميل بور سالي اللي غتلقاو الوصفه ديالو مكتوبه اسفل الفيديو. وهنايا من بعد ما كيبرد حتى هو كنزيدوه على الفلون ديالنا، كيجي روعه ما كيجيش حلو بزاف، لان لو فلون ما كيكونش حلو والكراميل تيكون بور سالي كيجي حاجه خطيره.